شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم حول الحج، ولكن قبل البدء بالحديث نقدم مقدمة. وهذه المقدمة هي أن علماء علم الأخلاق يقولون إن الهجرة تتنوع إلى نوعين: النوع الأول الهجرة الظاهرية. الهجرة الظاهرية عبارة عن الانتقال من بقعة إلى بقعة أخرى. الإنسان كان يعيش في مكة يهاجر إلى الحبشة مثلا، أو كان يعيش في المدينة فيهاجر إلى الكوفة. هذه الهجرة يقال لها الهجرة الظاهرية. ما هو الباعث لهذه الهجرة؟ الباعث ربما يكون باعثا سياسيا، وربما يكون باعثا اقتصاديا، وربما يكون باعثا اجتماعيا، وربما يكون باعثا دينيا. هذا بحث لا يهمنا الآن. النوع الثاني من أنواع الهجرة، وهذا النوع أشق
وأصعب بمراحل وبمراتب من النوع الأول. النوع الأول الإنسان خلال عام يرتب أوضاعه، ينتقل من بقعة إلى بقعة، ربما خلال شهر يرتب أوضاعه وينتقل إلى بقعة ثانية، ربما خلال يوم واحد يتخذ القرار وينتقل من منطقة إلى منطقة ثانية. هذا عمل صعب ولكنه أمر ممكن وواقع. ولكن النوع الثاني من الهجرة هذا أشق وأصعب. بعض كانوا يقولون هذا محال، ولكن العلماء يقولون إنه ليس محالا ولكنه صعب جدا. وهذا النوع الثاني هو الهجرة الباطنية. هنالك حديث مروي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ويقول الرجل هاجرت ولم يهاجر. الهجرة الواقعية لا تناط بانتقال الإنسان من بقعة إلى بقعة ثانية. ويقول الرجل هاجرت ولم يهاجر، إنما المهاجر من ترك السيئات. الإنسان ينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. هذه الهجرة الباطنية. الإنسان ينتقل من الأخلاق الردية التي عجن بها واختلطت بلحمه ودمه وأعصابه ومخه. الإنسان ينتقل من هذه الأخلاق إلى الأخلاق الفاضلة. الإنسان ينتقل من التعلق بالمادة إلى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر جدا مشكل. كم تطول هذه العملية؟ إذا كانت الهجرة الأولى تستغرق عاما أو شهرا أو يوما، هذه الهجرة ربما تستغرق سنوات. ينقل في أحوال السيد بحر العلوم رحمة الله عليه، هذا العالم الكبير الذي تنقل في أحواله كرامات، ينقل أنه في يوم من الأيام رؤية مستبشرا، عنده حالة فرح وسرور، فقيل له: لماذا؟ أحيانا أولياء الله سبحانه وتعالى كانوا يذكرون بعض ما أنعم الله عليهم، لا من باب الإظهار وإنما من باب التعليم. فقال: أنا في الواقع كنت أعاني مشكلة
25 عام أحارب لأن أدفع هذه المشكلة. 25 عام أكو هالشكل حرب، الإنسان يعيش في حرب 25 عام. أنا من 25 عام دا أحاول للتخلص من هذه المشكلة، واليوم أنا أشعر أنني تخلصت من هذه المشكلة، ولذلك أنا مسرور. قيل له: وما كانت تلك المشكلة؟ قال: كانت تلك المشكلة ألا أرى مع الله غيره. إحنا عادة نلاحظ الله ونلاحظ غير الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال التي نقوم بها لمن نعملها؟ صلاتنا في الغرفة المغلقة كيف تكون؟ وصلاتنا أمام الجامع كيف تكون؟ أكو فرق بين الاثنين أو ماكو فرق؟ إذا يوم من الأيام كنا ضيوف على بعض المؤمنين، نقوم لصلاة الصبح أو لا نقوم؟ إذا قمنا متى نقوم؟ إذا صلينا كيف نصلي؟ وإذا في يوم من الأيام واحد كان في البيت وحده أو مع زوجته التي لا يحتشم منها، يقوم أو لا يقوم؟ متى يقوم؟ كيف يصلي؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. من الناس يخافون، ولكن من الله سبحانه وتعالى لا يخافون. هذه من أشق الأعمال، أنه الإنسان لا يشاهد مع الله أحدا سواه. يعني حقيقة الباعث الباطني القلبي وراء كل عمل يكون هو الله سبحانه وتعالى. أنا الآن مسرور لأنه بعد 25 عام من الرياضة والمجاهدة والمحاولة الآن وصلت إلى هذه الحالة. يعني هذه الهجرة الثانية، الهجرة الباطنية، جدا مشكلة وجدا صعبة، ولكنها ممكنة، ممكن مو محال. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهذه النقطة هي أن الهجرة الباطنية من السيئات، من الملكات الردية، من الحقد، من الحسد، من حب الجاه، من حب المال، هذا الانتقال يحتاج إلى أجواء. عادة يحتاج إلى أجواء مساعدة. عادة الإنسان يقعد في بيته يقول: انتهى، انا افتح صفحة جديدة،
هذا عادة أمر غير عملي، يحتاج إلى جو. وإحدى أفضل الأجواء للتغيير وللتحول الحج إلى بيت الله. الإنسان ما دام مشدود بهذا الجو، هذا الدكان وهذا البيت وهذا البرنامج اللي يفعله كل يوم، هذه الأجواء ما تخلي يتحول. ولكن الحج بما فيه من البرنامج، بما فيه من الانتقال، بما فيه من التغيير، هذا يبعث في قلب المؤمن طاقة هائلة، طاقة. هذه الطاقة تسهل أمامه عملية التحول. التحول جدا مشكل، ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا نحن المؤمنين أمثال هذه الأجواء. الإنسان يصل إلى درجة في تلك الأجواء، في أجواء الابتعاد عن المادة، في أجواء الانقطاع عن المادة، طاقة تتولد في قلبه، وبهذه الطاقة الله سبحانه وتعالى يسهل عليه كل شيء. كم من النساء اللي عاشوا عمر كثير، هذا اتفق، في أجواء الابتذال ذهبوا إلى الحج. عندما واحد يدخل إلى بيت الله يشاهد الكعبة المشرفة، يشاهد هذه الجموع التي تطوف حول البيت، وكل واحد له حالة معينة. هذا المنظر الذي يشاهده الإنسان يخلق في الإنسان طاقة. الإنسان هنالك يندم على ما مضى منه. الإنسان في ذلك الوقت يصمم على أن لا يعود إلى ما كان عليه. منظر الطواف هو النظر إلى الكعبة، النظر إلى جموع الطائفين، التعلق بأستار الكعبة. واحد يتعلق بأستار بيت الله سبحانه وتعالى، هذا كيف يولد من حالة تغيير؟ كم من النساء المبتذلات راحوا إلى الحاج وتغيروا، تركوا حياتهم السابقة في بلاد كثيرة وبدأوا حياة جديدة. كم من الأفراد اللي كانوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، عندما ذهبوا إلى الحج، عندما دخلوا بيت الله، عندما ذهبوا إلى عرفات ومشاهد عرفات ودعاء عرفة، دعاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي هذا من مفاخرنا إحنا الشيعة، ماكو أمة ثانية فيما نعلم تملك مثل هذا الدعاء المليء بالمضامين الرفيعة. الإنسان يتبدل، أما الإنسان قاعد في بيته التبديل مشكل، التحول مشكل، لكن في عرفات ومع دعاء الإمام الحسين التحول ممكن. لذلك في الواقع الإنسان إلا إذا كان معذور،
عند عذر فيما بينه وبين الله، يجب أن لا يفوت هذه الفرصة. روحوا للحاج، واحد يروح للحاج إذا تمكن أن يذهب مع الحملات، يروح ويا الحملات، حملات الحاج. حملات الحاج تقدم التوجيه الديني، تقدم الإرشاد، يروح مع حملة. إذا ما يتمكن يروح ويا حملة، يروح مع مجموعة من الشباب. هاي الحملات اللي يسموها حملات الرصيف. وإحنا أنا المتكلم رحت، إحنا في منى قبل حوالي 15 عام 20 عام ما أتذكر بالضبط، رحنا ونمنا على الرصيف، ما في إشكال. واحد يأخذ قطعة من الكارتون في منى ينام عليها، ما في إشكال. في المشعر يأخذ قطعة من الكارتون ينام عليها، مو لازم واحد يروح ويا حملة. إذا واحد يروح مع حملة هذا أفضل، لأن الحملة تقدم ما لا يستطيع الإنسان أن يناله بمفرده. ولكن واحد وحده يروح ما في إشكال. قديما كثير من الناس كانوا يروحون وحدهم إلى الحاج، شنو الإشكال في ذلك؟ هذا الشيخ بهلول، الشيخ المعمر اللي الآن موجود قاعدة في مشهد، يعني كان موجود، هذا مشي رايح إلى الحاج مشيا، مرة ذهب إلى الحج مشيا، ومرة عاد إلى من الحج مشيا، أو مجموعة من الشباب يصيرون 10 20 يروحون وحدهم. هذه الفرصة يغبطكم عليها الآخرون. الناس في بلاد أخرى، وأنا شاهدت بعضها، 20 عام يبقون بالدور ويموتون قبل أن يصلوا إلى هذه الأمنية. الإنسان هو إذا صار شايب وقعد في زاوية من زوايا بيته في ذلك الوقت يتندى. الآن تتمكنوا، بعد 20 عام، بعد 30 عام، بعد 40 عام، الإنسان ما يتمكن يمشي، الإنسان يبتلى والعياذ بالله بأمراض. هذه طبيعة الحياة، ماكو تعارف. الإنسان ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. واحد يقعد في زاوية من البيت ما حدا ما يزوره أيضا، إلا في الأسبوع مرة مرتين 3 مرات، أولاده إذا عنده أولاد بارين يزورونه. الإنسان في ذلك الوقت يتندى. هذه فرصة ينبغي علينا أن لا نفوتها. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. في الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهذه الرواية موجودة إحدى الروايات في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، يقول: ففروا إلى الله في الرواية يعني فحجوا إلى بيت الله. هذا معنى الآية، أو مصداق من مصاديق الفرار إلى الله. ننتقل إلى فصل ثاني، وهذا الفصل الثاني الحج بالأطفال. الأطفال عندهم إحساس ديني. رأيت في كلمة لأحد العلماء يقول: علماء النفس يبدو أنهم أجمعوا إجماع على أن مرحلة البلوغ يطلقون عليها مرحلة النهضة الدينية. هذا اصطلاح علماء النفس، نهضة دينية. الطفل بذاته يحب التدين، بالذات في مرحلة البلوغ نهضة. وبعض علماء النفس أو علماء الاجتماع قسموا مراحل حياة الإنسان إلى 3 مراحل،
مرحلة البلوغ وحواليها سموها مرحلة ما بعد الطبيعة. يعني واحد تتولد عنده توجهات خارج إطار المادة في عالم آخر، يعشق هذا العشق، طبعا موجود في كلنا. الشاعر يقول ما ترجمته، يقول هل رأيت طيران الطير، واحد يشوف طير يطير في مدى، لازم نشوف كيف يطير الإنسان وإلى أي مدى يصل. هذا الحنين موجود عندنا جميعا حتى الكبار. واحد يحب عندما نسمع بعابد بزاهد بولي من أولياء الله، قلوبنا تهفو حب، أحب الصالحين ولست منهم. هذا الحب اللي موجود في القلب في قلوبنا جميعا، هذا الحب موجود في قلب الأطفال. مرحلة البلوغ قبلها بعدها في تلك المراحل بصورة كما يقول علماء النفس قوية وشديدة، مرحلة ما بعد الطبيعة. بعدين نبتلي بمشاكل الحياة وننسى الله وننسى اليوم الآخر، أو تضعف التوجهات الروحية عندنا. الأطفال واحد لازم ينمي هذه الحالة فيه. هذه الأجواء اللي موجودة عندنا الآن كلها تخنق هذه الحالة، تكبت هذه الحالة. الراديو، التلفزيون، الأشرطة، المجلات، الجرائد، الصور، البحر، الأسواق، هذه كلها تكبت تخنق وأحيانا تميت هذا التوجه وهذه الحالة. إحنا يجب علينا أن نحاول أن ننمي هذه الحالة. شلون ننمي هذه الحالة؟ نأخذ الأطفال إلى مشهد، ودي إلى مشهد، إلى حرم الإمام. شايفين أطفال من صغرهم يحبون العبادة والصلاة والقرآن، توجهتهم هذا عادة تأثير آبائهم أو أمهاتهم. نأخذهم إلى الأردن، أردن قبر جعفر أخو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هناك قبر موجود جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام. واحد يروح لهناك، واحد يودي الأطفال للحج، الفقهاء يقولون حتى الطفل اللي الآن مولود، الآن يعني ولد في هذه اللحظة، مو فقط الفقهاء يقولون، الروايات تقول أيضا، كلام الفقهاء معتمد على كلام الروايات، هو هذا الطفل الصغير أخذوا ودوا للحاج، ودوا إلى مسجد الشجرة مثلا، ألبسوه إذا ولد يعني ذكر، ألبسوه ثوبي الإحرام، هو ما يتمكن ينوي، أنتوا قولوا اللهم إني أحرم بهذا الصبي لعمرة التمتع مثلا أو للعمرة المفردة، هو ما يتمكن يلبي، أنتوا لبوا عنا، لبيك اللهم لبيك بالنيابة عنا، ودوا شيلوا طوفوا حول الكعبة، إذا ما يمكن ذلك أنتوا طوفوا بالنيابة عنا. هذا كلش مهم. الطفل الذي يحضر الطواف من بدايته، عمره 4 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، هذا الطفل اللي يعيش في هذه الأجواء، في أجواء منى، في أجواء مشعر، هذه الأجواء جدا مؤثرة.
هذه الأجواء مؤثرة فينا، نحن الذين قست قلوبنا، نحن الذين ران على قلوبنا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكيف تصنع بهذا الطفل، الطفل البريء اللي قلبه الآن دا يستقبل الإيحاءات والإلقاءات، يؤثر. شايفين ما أدري لو لا أنه طفل إذا شاف أنه مثلا أبوه قاعد دا يقرأ دعاء كميل ودا يبكي، أي حالة تصير في هذا الطفل؟ ليش هذا أبوي دا يبكي؟ أو شاف أن أمه تبكي في مثلا مجلس سيد الشهداء صلوات الله عليه، أي حالة تصير في هذا الطفل؟ هذه الأشياء مؤثرة، الأشياء الصغيرة نبدأ بها والكبيرة. واحد من الأشياء أنه في هذا العام الآن نتمكن نأخذهم للعمرة، العمرة المفردة، في أيام الحج نأخذهم للحج، بل في مشقة هذا العمل نوعا ما، هذا العمل في مشقة، ولكن نحن ينبغي أن نفكر أنه هذا الطفل في المستقبل وزير أو نائب أو رجل بيده الاجتماع، يؤثر. العلامة البرغاني أحد علمائنا الكبار البرغاني، هذا يقول أنه في يوم من الأيام، هذا كان في مدينة قزوين، يقول في يوم من الأيام جاء إلى قزوين الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أحد علمائنا الكبار، أحد الأعاظم استضافه. يقول في تلك الليلة ناموا في الحديقة، في حديقة البيت. يقول أنا كنت نايم وإذا بي أسمع في منتصف الليل صوت البرغاني، يقول أسمع صوت. يقول قمت، شنو، منين يجي هذا الصوت؟ شفت كأنه صوت بكاء وصوت تضرع. يقول رحت وشفت في زاوية أخرى الشيخ جعفر كاشف الغطاء دا يصلي صلاة الليل ويبكي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا المنظر أثر في تأثيرا كبيرا، وكل ليلة أنا نايم أسمع في النوم صوت بكاء كاشف الغطاء. قبل كم؟ قبل 10 سنوات، قبل 15 سنة، قبل 20 عام. يقول لم أترك صلاة الليل بعد تلك الليلة إلى هذا اليوم 25 عام. أثر، قطعا يأثر، المنظر يأثر، الكلمة تؤثر. فنحن يجب علينا، ينبغي علينا أن نهتم بهذه الأشياء. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشتاق.
مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.